السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة طرز رشا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بإذن الله غادي ندير تطبيق ديال ليزار اللي رشمت في اللايف ان شاء الله بإذن الله. ليزار ديال التربية، يعني ديال البيبي صغير. بالنسبة للرشيم راكم لاحظتوا كيفاش رشمت، وبالنسبة للبنات اللي يلاه بداو كنصحهم انهم يتراسيو يعلموا بالملونات كيف ما درت انايا. تراسيت غير باش يبان لكم. المهم ان شاء الله غادي نخدم بربعه ديال اللوينات، عندي الصفر وعندي الفانيلي وعندي الاحمر وعندي بيستاش. ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه اللي هي طريقه سهله. بسم الله. بالنسبه لهادو غنخدمهم ايصات، هادو غادي نخدمهم قصات، هادو غادي نخدمهم غير بالخياطة، وغادي نحاول نشكلهم، يعني نحاول نعوجهم باش يجوني باش يعطيني فورمة زوينة. بالنسبة لهاد الودني ديال الفراشة غادي نخدمهم بالبيستاش، وغنخدمهم بعرض يكون رقيق بزاف. بسم الله.
بالنسبه لبناتي الا كنتو غادي تخدموا وريضه فيها 5 ديال الزواقات بحال هكاك، ضروري كتخدموا وحده وكتميلوا شويه المرمى وعاد كتخدموا الثانيه. بالنسبه اللي كتلقاوها مقدمها مع اختها راه كتخدموها وحده على اليمين وحده على اليسار. بالنسبه الى ما لقيتوهاش وحده مقابله مع الاخرى، اذا غتخدموا وحده وتميلوا شويه المرمى وتخدموا الثانيه باش تجيكم الخدمه مقاده، ماشي بحال الا كانوا 6 3 3 كيكونوا مقادين.
كيف ما كتشوفوا معايا البنات، انا راه كملت المخده. ديك الباندا اللي غادي نطوي، ديك الباندا اللي غادي نطوي على برا. المهم قلبت المخده كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو الكفه ديال الطرزه، وكنخدم تشناف على الوجه ديال الكفه ديال على الكفه عفوا ديال المخده. يعني قلبت المخده ودرت التشناف، عبرت من هنا لهنا 5 ديال السنتيم، وندير ليه هاد التشناف كيف ما كتشوفوا معايا. تشناف تشناف يعني عادي جدا. وهاد القنت هذا كنديروا ليه بحال الوريقه، انا نخدم معكم غير القنت. كنخدموا بهذه الطريقه وكنعاودوا الحاشيه. باش يتثبت هذا، باش يتثبت الطرز. ان شاء الله غادي نقطع نشنف هو الاول ومن بعد نرجع. كيف ما قلت لكم كتشدوا كتخدموا تشناف على الكفه ديال الطرز، يعني هذا هو وجههم. شوفي ها الكفه، شوفوا ها الكفه ديال التشناف. اذا كنقلبوا الثوب بحال هكا، كنقلبوا الثوب وكنخدموا التشناف، كنخدموه كنعبروا من هنا لهنا 5 ديال السنتيم. كنديروا التشناف الاولاني، كنديروا واحد الخط هكا يكون خارج ميل للجنب، وكنديروا واحد التشناف وكنديروا بحال الشكل ديال الوريقه في الجنب، وكنكملوا كنكملوا بالطرز. يعني بحال هذا القنط بحال القنط الاخر. اشنو كنديروا؟ كنقلبوا المخده، كنديروا ديك الباندا. انا غير غنوري لكم، مازال ما غادي نفينيها، غير نوريكم الطريقه باش تفينيو. كديروا كتخيطوا كدوزوا الخياطه من هذه الحاشيه هذه كلها، كتشدو كتلصقو طرف على طرف، كتجيبو هذا كتلصقو على هاد الحاشيه هذه ديال الطريزه، يعني على هاد الحاشيه باش تكون المخده مفينيه. اشنو كنديرو فهاد اللحظه هذه؟ المهم غندوزو الخياطه ديال الماكينه، كلشي غنفينيو، غنزدو دابا المخده. انا غنوريكم غير بالماكينه بالخيط، غنخيط غير بالخياطه ديال الماكينه ديال الرباطي، غير نوريكم الطريقه باش غادي تفينيو المخده. المهم انا غادي ندوز الخياطه، غندوز الخياطه حتى نكمل حتى لهاد الحاشيه هذه من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. بالنسبه للبنات كنقلب المخده كنديرها على وجهها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، ملي كندوز ليها كل الخياطه كتكون على هذا الشكل هذا. اشنو كندير؟ كندير الطرف ديال الثوب من التحت، وكنصلح هذا كنصلحو، يعني هذا الطرف غادي نصلحو. كيف ما قلت لكم انا راه ما كنصلحش ديريكت من فوق من الثوب، ضروري ما كندير الثوب ديال الخيط. المهم كنصلح، شنو كندير في هاد الاثناء هادو؟ كنشد هاد التشنف هذا اللي ديجا خدمت، كندير ليه بحال هكا، كنزكيه تاني بالمصلوح.
شفتوا البنات عندهم كيزقى بالمصلوح، ما كيبقاش كيتحرك من بلاصتو، اشنو غادي ندير؟ انا اختاريت هاد السينتا، هاد البيساتان في جوج الالوان، اختاريت الغوز لان خدمت بزاف بالحمر، ما غاديش ندير السينتا ساتان في الحمر، غادي نديرها في الفانيدي باش يهرس ليا شي شويه. كيف ما قلت لك بدلت البيساتان، جبتو في جوج الالوان باش يجيني زوين، باش يجي عاطي، ودرت السينتا ساتان في الفانيدي. انا خدمت بزاف بالحمر، يعني ما كاين لاش نخدم كل شيء المخده بالحمر، درت هاد الطريقه هذه. المهم انا راه غير غادي نوريكم، ما غاديش نخيط دابا كيف ما قلت لكم. كيف ما الباندا كيف ما حطيناها في الفوطه، غادي نحطوها في المخده بنفس الطريقه ان شاء الله، وغنديروا ليها البابيونه حتى هي. وهاد الليزر هذا راه كيجي رومي، كيجي رومي وكيجي زوين، يعني كيجي مختلف، ما كاين لاش البيبي ديروا ليه مخده بلديه، ايزر بلدي عفوا. كيف ما كتشوفوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال المخده، راه تبارك الله كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله 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 غزاله. البنات انا فرقت الفيديو على جوج لانه تبارك الله طويل، ما يمكنش ليا نحطو لان غنمشي معكم غير دقه دقه. ان شاء الله باذن الله نخدموا المخده بوحدها ونخدموا ليزار بوحدو، هو البوشيطه ديال الرضاعه كيف ما كتشوفوا، راه كيف ما قلت لكم كتجي غزاله 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 غزاله، شفتوها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد المخده هادي وتطبقوها يقدر كاع ديروها في المخده كبيره، غتجيكم غزاله تبارك الله. يلا خليتكم على خير، والى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.